إلى الأستاذ عدلي صادق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح. أستاذ عدلي، يعني فيما وصلني من معلومات أنت مقيم في دبلن في أيرلندا، أنت الآن في القاهرة ولكنك تقيم في دبلن في أيرلندا. أنت الآن كما يتحدثون دائما الشهادة من الخارج بألف شهادة من الداخل، كيف تقيم الدور المصري في مواجهة الإرهاب؟ كيف تقيم الدور المصري في دعم أسس وقواعد الدول العربية المختلفة، في دعم مؤسسات الدول العربية المحيطة بمصر في هذه المرحلة، ربما المرحلة الأكثر خطورة والأكثر حساسية في تاريخ الأمة العربية بشكل عام؟ هو في الأساس القوات المسلحة المصرية وأجهزة الأمن المصرية هي تخوض المعركة المركزية مع الإرهاب ومع مرجعياته يعني وتنظيماته، حتى ولو كانت رقعة الصراع أوسع وأكثر حدة في بلدان أخرى، إلا أن مصر المعركة المركزية فيها، لأن السيطرة على مصر لا سمح الله يمكن أن تؤدي إلى انهيار منظومة النظام العربي كله والدول العربية كلها. لكنني أميل في هذا السياق إلى معالجة الأمر بمنطق أسبابه وليس بمنطق النتيجة. يعني هناك حدثت بعض يعني لن نسميها أخطاء، نقول سوء تقدير في السماح لهذه الجماعة بأن تخوض انتخابات رئاسية وتشريعية في الدولة الوطنية المصرية، رغم أن مصر يعني لديها الكثير من التجارب مع جماعة الإخوان باعتبار أن مصر هي مهد جماعة الإخوان. اللي حصل أنه في التاريخ المصري المعاصر يعني حذرت جماعة الإخوان مرتين، يعني مرة حذرها النظام الملكي أيام محمود فهم النقراشي، ومرة بعد 54 تم حظرها بعد أن فتحت ثورة يوليو لها المجال للعمل السياسي وللعمل المدني ولتطوير أفكارها التي تقادمت. كانت النتيجة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن تنام التيار القطبي الأكثر تطرفا الذي لا يقاس معه حتى الفكر الإخواني والرسائل حسن البنا التي كانت قبل اغتياله قبل ثورة يوليو. بالتالي فإن السماح، مجرد السماح لجماعة الإخوان بأن تخوض انتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية هذا خطأ.